ادي الزمالك والتتويج اللي يستحقوه الحقيقه، تتويج فريق الزمالك النهارده بلقب الكاس، مفيش صوره للكاس. ادي شيكابالا احد اهم نجوم هذا الجيل او ممثل لهذا الجيل الحقيقه، مع اعضاء مجلس اداره النادي اهو، بعد المباراه شال كاس مصر للمره دي الزمالك كسب المره 26 دي ال 28 اسف. طبعا هم 28 منهم 26 مره منفرد ومرتين بالاشتراك مع النادي الاهلي. ف و و و وزي ما قلت لكم حقق الثنائيه، يعني واخد الدوري اللي فات، وده الكاس اللي فات على فكره كنا بنقعد نقول نتريق نقول كاس مصر القديمه وكاس مصر الجديده والكلام ده، بس في الاخر الانتصار مسح كل الكلام اللي كنا بنقعد نقوله. الزمالك يستحق الفوز. رضى من رضى وابى من ابى وزعل من زعل واتبسط من اتبسط. الزمالك يستحق الفوز النهارده، بنقول الف مبروك للزمالك، يمثل الاهلي ده طبعا لحظات التتويج، ويمثل الاهلي السيد العامري فاروق موجود اهو من ضمن والزمالك على فكره عمل ممر شرف للاهلي وحيهم وسقفوا لهم بعد المباراه، لقطه طبعا كويسه طبعا. لو احنا عندنا برضو صوره الممر الشرفي ده برضو جايزها لنا يعني. انا معايا زوم دلوقتي، مين معانا يا جماعه في الزوم؟ معايا عمرو ابو جبل موجود دلوقتي في تجمع جماهيري في نادي الاعلاميين. يا عمرو مساء الخير يا كابتن محمد، ودايما كده موجود مع حضرتك في الامسيات الكرويه الجميله. خد بالك يا عمرو، انت خد بالك بس عشان تبقى عارف، انت ما بتتالقش غير معايا في الرياضه. لا طبعا بس يا فندم، عايزك تعيش حياتك. يلا، اهم حاجه اهم حاجه تختم دايما بالفرحه، يعني احنا نحب الفرحه. يمكن الفرحه النهارده فتحت ذراعيها لابناء القلعه البيضاء. ما انا عشان كده مش شايف، خد بالك عشان كده مش شايف كتير يعني. بالفعل يا كابتن محمد، بعد انتهاء المباراه يمكن كان فرحه 20 او 25% من اللي كانوا موجودين هنا، لكن ال 75 يعني ايه ماشي، قلنا لهم هارد لك. طب اتفضل يا عم. طبعا مجموعه من الاسر يعني، شوف يعني مساء الخير. مساء الفل حضرتك، عايز وجهه نظرك في المباراه. يعني عرف نفسه يا عمرو الاول. المباراه الاول عرف حضرتك. خالد رضوان من سوهاج. من سوهاج؟ يعني بيطلق عليهم رجال 90، اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا زملكاوي. طيب قول لي بقى رايك في مباراه النهارده. المباراة النهاردة ان المدير الفني بتاع الزمالك هو تفوق على المدير الفني بتاع الاهلي، رغم انه عنده نقص في اللعيبة وعنده الدكة الاحتياطي ضعيفة غير الاهلي، لكن هو عرف يتفوق على الاهلي. هو كان متوقع يكسب كرويا النهاردة؟ الشوط الثاني الاهلي اما الاهلي لعب بيجي فيه كورة، لكن الشوط الاولاني كان الزمالك بيلعب وحده، في الشوط الاولاني كان بيلعب وكيل ومفيش حد من الاهلي. طب انت والزمالك ضيع فوز كبير الشوط الاولاني. انت طيب شايف ان كان توقعك صح؟ كنت متوقع كام؟ انا كنت ما اعرفش كام، بس كنت متوقع 1000% ان الزمالك يكسب. الاهلي مش كويس الفتره اللي فاتت، وفريرا على كد امكانياته وكد اللعيبه بيلعب. شوف لنا يا عمرو زوجته زملكاويه ولا لا؟ في تغيير. وهتكافئوا ايه النهارده في العشاء؟ عاوز شيكابالا مكان اوباما. هتكافئوا بايه في العشاء النهارده؟ يا فندم حضرتك زوجتي؟ في عشاء. لا انا دي خالتي. خالتك؟ طيب حضرتك اهلاويه ولا زملكاويه؟ اهلاويه. اهلاويه؟ طب تقولي ايه بقى للزملكاويه النهارده بعد الفصل؟ بس طبعا من غير نفسي. يعني يا خالتي خالتي متوقع ان الاهلي هيخسر. خالته هتنكد عليه يا عمرو. متوقع كام؟ متوقع حتى مثلا 2-1 للاهلي. ما تديلوش عيدية ولا تعملي له اكل النهارده؟ لا 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 انا خالته، انا الحمد لله احنا كنا جنب الماتش وهي كانت مجهزه. طب امن نفسك يعني. بس لها عندي هديه عشان لو الاهلي فاز هجيب لك هديه. كمل لنا يا عمرو باقي الناس يعني. فانا هجيب لها هديه. تمام، يعني هنا يمكن في ملمح جميل جدا، عندنا علم للزمالك وعلم للنادي الاهلي. زملكاوي ولا اهلاوي؟ زملكاوي. تعالي كده معانا، علم بالنادي الاهلي. اولا تقول ايه لجمهور النادي الاهلي النهارده؟ عارف لك طبعا هم لعبوا بشكل مناسب وكان ممكن يجيبوا التعادل برضه، بس يعني فريرا عمل تشكيل كويس. طيب العكس بقى، تقول ايه لجمهور نادي الزمالك النهارده؟ هو الف مبروك كل حاجه، بس برضه ليه كان المفروض يكسب؟ ليه؟ عشان الاهلي كان كويس في الاول، فما ماله اللي حصل للاهلي؟ فغريب. خد بالك يا عمرو، هو جمهور الاهلي متعود هو ضعيف من بعد. هو يعني انتوا متعودين على المكسب. يعني جمهور اهلي. ايوه. وانتوا متعودين على انكم برضو بتخطفوا بطولات. ايوه ده الزمالك طبعا. صح كده؟ الاهلي ضعيف، احنا استغلنا دي وخدنا البطوله. استغلاليين. يعني الف الف
ومبروك لجماهير القلعه البيضاء وهارد لك لجماهير القلعه الحمراء. وكمل كمان معانا لقاءات زملكاويه. اهلاويه ولا زملكاويه؟ لا زملكاويه. زملكاويه. طب ما انا شايف الابتسامه والجميله. طيب تقولي ايه النهارده للمباراه؟ يعني شايف ان المباراه شبعتنا كرويا؟ الشوط الثاني احنا كنا لاعبين كده، كان بين في تبادل بين الاهلي والمشرحه كنا مكتئبين كده بس، لكن بصراحه احنا كنا شغالين اساسا، بس اشتغلوا في الشوط الثاني ضارب يعني، شغالين حلو خالص. وكان برضو كان في الماتش مشكورة. ها تقول لهم ايه الاول؟ الف مبروك يعني، بس من غير نت برضه. ليه ليه يا عم؟ هي اختك؟ لا تبقى بنت خالي. معلش الهزيمة النهارده يمكن نفتك ولا حاجة. لا بس يعني انا مش متعودين على الهزيمة، احنا دايما بنكسب. هما بيخسروا فين وفين، لكن هما دايما بيخسروا. يعني ده من وجهة نظري. بيقول ايه لعيبة الاهلي يا عم؟ بيقولوا لنا ايه لعيبة الاهلي؟ تقول لي ايه طب لعيبة الاهلي؟ النهارده لا. طيب قوي. يعني هو يعني يعني كهجوم، يعني الهجوم كان ضايع. يعني انا ده من وجهه نظري انا. يعني علي معلول كان بيخطف بس برضه ما فيش حد كان معاه. ده انا والدفاع برضه يعني كان ما فيش لعب. انا بصراحه مش شايف لعب. سريعا يا عمرو. توقع النتيجه كام؟ 3-2 لمين؟ لا طبعا انت قاعد بالعلم والتيشيرت. تقولي لجمهور نادي الزمالك؟ لا تقول لهم هارد لاك برضه يعني كسبانين وتقول لهم هارد لاك؟ الف مبروك. في يعني بعض الاسر اتفضل حضرتك يعني اخر حاجه يا عمرو. بصراحه اخر حاجه انت بتطلع معانا والله الف مبروك للزمالك، كان عنده احراضيه والاهلي مستعد للتراث، ودول جيراني معايا في الحي، واحد فيهم تنبأ ان الزمالك يكسب 2-1، المفروض هو طبعا زملكاوي اتبارك له، وحتى فيهم قال زيزو اللي هيجيب، صح يا اسامه؟ زيزو حركه المدام اهلاويه ولا زمالك؟ اهلاويه زي اهلاويه زي انتوا اهلاويه. ايوه محدش يعزم حد بقى. لا لا احنا وعدناك حاجه موجوده. يمكن الف الف مبروك. دي يمكن الاجواء الجميله، الكل خارج كاسر كده موجوده علشان تتابع المباراه، اهلاوي وزملكاوي، الاب اهلاوي. اه طبعا بشكرك يا عم. والاخ والاخ كذلك. انا بيتزا بس قول يعني يعني هي المدام اللي بتشترط عليا هي موعداني قبل الماتش ببيتزا. انا ما وعدتوش هو اللي عايز حته بيتزا. لو الاهلي كسب لو ايه؟ انا قلت لو استعد له. لو استعد له انا لا استحق هذا المسمى. انا مسامحك فيه. اشكرك شكرا جزيلا. يمكن ماشي يا فندم. شكرا جزيلا طبعا يا كابتن محمد. انا هنا هقول بيتزا وفردود افعال الاهلاويه وخش بعد وعوده لاستوديو بوكس. اشكرك يا عمرو شكرا جزيلا.